هذا ناس راح تموت على شانه. منهم انا لانه مو لي صاحب اعطاني عشان اسوي له بوكس. هذا ما بين بطله بس كذي اوريكم اياه، اقول لكم تحفه فنيه. يلا مع السلامه. لا 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 قص عليكم، لا راح اوريكم اياه ان شاء الله. شيء قوي حق فيست فور فيجر. كل مره اقول ترى فيست، كل مره اقول فيست اضيع. بالعافيه اول مره تبطله فيها ستيكر عشان تحطها في السياره. زين ترى ثقيل وزنه فيها 10 12 كيلو. لازم عشان نحترم البوكس برا شوي شوي. اللعومه ولا معانا سان سيرك. والله حلو الكرتون. لحظه بسم الله. الكرتون فيه رسمه واضحه، الرسمه مالته هربقا شفته؟ صار في شغله حلوه ورا اكتيفيشن. اوخ خسي هذا اتوقع في كرتين. ها مو انا شفت كرتين. اي الكرتين هذا من الاكسكلوزيف، واحد كرتين موقع وواحد كرتين بمرقم. عرفت شلون؟ واو 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 حلو السوالف. الكرتون مونس. اي لا جد ما ينقط. بطلة خليك تضبطي. لا انا بطل. اوكي اوكي يا امي بلبسها قناع اتحول الحين اكثر. ما احس ما احس ان انا سجين مسجين. شوف شلون الحمايه حتى شلون حاطينه شلون والله العظيم صدق خوفين. بس اذا طلع شغلات اللي بسيطه ها شغلات الظهر تحطها معاهم. شوف هذا اللي حطوه الريش. حطوه الريش ايوه. كان غني الاغنيه بمخي طن 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 هربقة. المشكله حسبانا اسمها هربقة. واحده تسمي ريالها هربقة. شيء غريب. ليش انا مستمتع الحين؟ ايش هذا؟ ما ادري. بطارية؟ اي بطارية بطارية. والله شلون تشحن؟ شارجر. عندك ريتشارج حق هذا؟ يعني بالجسم تحط الواير تشحن. اتوقع في كيبل. اي لا كاو كيبل. اي شلون شلون؟ شيله مثل بيبي. تدري ايش كثر مستمتع الحين؟ اول مره اسوي فيديو على فكره مع احد. هربقا هربقا تحير ابوي كاسر يعني الصندوق خسي. لا انا اخاف من المغناطيس. اوكي هذا يمكن اللي هيك. يا يمه ما زين سويت الباك احلى شيء هذا. زين وين وين وين؟ اوكي كان موضوع التركيب شوي صعب لانه يبي له تنظيف الاماكن هذه. اول شيء خلينا نبلش بهذا. لا سوي يسار لازم يكون مرتفع. ورا واحد تميزه شوي. جسمات الرزن لازم شوي واحد. بس ما سوينا. عجيب عجيب الحين واحد ابوي فيكم صبور. لك عجيب. سجلة مو بينة سجلة ترى فعليا انت نار. والله نار. والله حلو. والله عجيب. قلت لكم يا هذا هو شكله الكامل. وحش. قوي لايف سايز يعني الحين انا كبر كراش بانديكوت. زين بس ناقص شيء واحد اسوي طبعا نار. نار تخيل واحد هربقع. يعني هذا المفروض كاسر الصندوق. المفروض هذا يلبسه بحطه بخشبه كذي مخرج. الحين هذا الاكسكلوسيف حق صاحبنا عليه الف عافيه. زين الشبليت وفي سنسر موشن سنسر. زين فخلينا نشب الحين. طب صوت مسوك صارت. زين والسنسر هنا. يا بعد قلبي انا
واو استانست انت على الهربق وايد. ها من ورا في شحن على فكره. ايه في شحن كهربي يو اس بي. ايه عادي يو اس بي. استانست انت بس خلاص رد عليك. حجمه وايد حلو. انا لما قالوا لايف سايز انا احسبها كراش. ما حد عارف كراش كم حجمه ترى صح الحقيقي يعني ممكن تقول تهكبر تقريبا. ايوه ايه فاذا هكبر هذا المفروض يصير هكبر القناع تقريبا عرفت؟ لأنه هو إذا هكبر رأسه كبر معناته هذا يكون أصغر. لا هذا يعني حجمي أنا يعني كراش بدك كو حجمي أنا. فا عجيب طلع بوقته صح. هذا كان عندكم إكسكلوسيف أكو أكو إكسكلوسيف إديشن مع تو كارد مع واحد منهم توقيع وهذا واير الشاحن المجسم خيالي اللي راحت عليه راحت عليه. واللي عليه بالعافيه عليه بالعافيه. بس دعت نفسيا بس كافي بس شفتوه خلاص مش تمام بعد.